أنا نحب نوصل المعلومة اللي راهو زوز ولاد اللي يتعاركوا معاهم راهم زوز من ناس أكهوا لا عصابة لهم متسلحين لحتى عندهم مناوشات من قبل صارت عركة أشهر التالي واحد منهم قايم منهم ضربوه بالا خلوه في البلوك قداش أكهوا قاعدة تكون مناوشات هذوك بيناتهم والبنت بيناتهم جا نهار العيد صارت مناوشات الأخرين ردوا الفعل لا أكثر لا أقل علاش ندخلوا فيها عائلات وعلاش ندخلوا فيها عروسات وعلاش فاش قام الكلام المصري فاش قام النزوح وخرجوا عليه زوز ولاد بركة ردوهم عصابة كاملة يا رسول الله علاش أحرام أم الولاد الزوز هذوما وقت اللي بورتابل ولدها طاح وهي جات باش تهزو ضربوها سالحوها فكوا لو ضربوها إجا وشوفوا كان تشوفوا على عينيكم فمها منفوخ شعرها رقبتها مسكينة في حالة لقت كيفاش تجري لقت كيفاش تشكي لحد شيء علاش خاطر وحدها في الدار هزالة مكتبها تزوز ولاد في الدار هذوك ردوا فعل على خاطرك شيخوهم تضرب قبل وشد الحبس يا رسول الله ولو كي صارت الحكاية العباد تحب تركب على الحدافشة وشعر إطارات المطاطية ولما بعضهم أخرجوا علينا النزوح علاه البلاد هذه بلاد توانسة الكليك.